صباحكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترندز. بناخذكم بجولة سريعة رصدنا من خلالها أبرز الأخبار والهاشتاجات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي في منصة تويتر بتكون بداية جولتنا، والخبر الأكثر تداولا بين النشطاء والحسابات الإخبارية حول إقرار مجلس الوزراء بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك اللي راح تكون من الوقوف بعرفات وحتى 2 يوليو 2023. للتفاصيل تابعوا معنا التغريدة على الشاشة. ومع انطلاق قطار الاختبارات، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني بجولة تفقدية بمدرسة أحمد الربعي الثانوية بنين ومدرسة فاطمة الصرعاوي الثانوية بنات للإطلاع على سير الاختبارات. نشوف معكم جانب من هالجولة في الفيديو الجاي من حساب وزارة التربية بتويتر. قمت بزيارة مدرستين في منطقة السلام، وكل صراحة قد سرني ما رأيت الترتيب والنظام وطريقة وضع الترتيبات اللازمة لأداء الامتحانات، كانت على مستوى من المهنية جدا مرتفع. كذلك سعدت بجهود إدارة المدرستين، وإن شاء الله هذا معمم على جميع مدارس الكويت، بالجهود اللي باذلينها لخلق البيئة المريحة المناسبة لأبنائنا الطلبة لأداء هذا الامتحان. أول كلمة أوجهها لأبنائي الطلبة، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، ونأكد لكم أن وزارة التربية سخرت لكم جميع الأجواء المناسبة لأدائكم المتميز في الاختبارات، وندعو الله لكم بالتوفيق والنجاح. كذلك أوجه تحية وشكر لجميع المعلمين والمعلمات على المجهود الذي يبذل داخل المدارس من ناحية تهيئة الجو المناسب للامتحانات أو الكنترول أو النظام المميز لتصليح الامتحانات وإعلان النتائج وترتيب المدارس. الصراحة مدارس متميزة ومعلمين ومدراء متميزين، أتمنى لهم كل التوفيق وأشكرهم من كل قلبي. وننتقل معاكم إلى حساب بلدية الكويت اللي قامت باستبدال حاويات القمامة التالفة بالجديدة في كافة المناطق ضمن الحملة الوطنية للنظافة للمساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة. تابعوا معنا. تحرص وزارة الداخلية على سلامة مرتادي الطرق بكافة الأشكال، ومن هذا المنطلق وضحت لنا الرائد سارة جميل على طرق القيادة الآمنة بفيديو توعوي عبر حساب كويت نيو ميديا. نشوف معاكم هالطرق ونتمنى السلامة والأمان للجميع. سمعتوا بالنقطة أو البقعة العمياء؟ إيه النقطة اللي ما يقدر يشوفها سائق المركبة لا من المنظرة الجانبية ولا الداخلية الخلفية؟ وإذا جت السيارة من وراك وغيرت مسارك من غير ما تنتبه، ممكن تسوي حادث لا سمح الله. وأفضل حل لهذه المشكلة إنك تضبط المنظرة بطريقة تبين الشارع، مو شرط تشوف باب سيارتك، أهم شيء تشوف السيارات اللي وراك عشان ما يصير تداخل بين اللي تشوفه بالمنظرة الجانبية والمنظرة الخلفية اللي موجودة داخل السيارة. ونفضل إنك تلقي نظرة من خلف الكتف عشان تتأكد أنه فعلاً ما في سيارة يمك قبل لا تبدل حارتك. ولا تنسى استخدام أيضاً إشارة التنبيه الجانبية. بالنسبة لمنظرة الرؤية الخلفية الموجودة بنص السيارة، لها خاصية الوضع الليلي، مو الكل يدري عن هذه الميزة. هذه الميزة تزيد من مستوى الأمان أثناء القيادة بالليل، لأنها تساعد أنك تشوف المصابيح الأمامية خلفك بشكل أفضل. فقط اضغط الزر أو ميلة للخلف على حسب تصميم ونوع سيارتك، ولا تنسى ترجعه إلى وضعه الطبيعي بالنهار. وتذكر أن الموسيقى العالية والإزعاج بالسيارة والأكل والشرب والتدخين والتصوير أو أي ممارسة تلهيك ممكن تسبب حادث.
اتباع الإرشادات المرورية يضمن سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. وهاتف الطوارئ 112 يستقبل مكالماتكم 24 ساعة ولمدة 7 أيام بالأسبوع. تغريدتنا المتداولة الجاية إنجاز كويتي باسم المتسلق الكويتي عبد الرزاق المجلهم، واللي وصل لأعلى قمة جبل في العالم وصار ثاني كويتي يصل لقمة جبل إيفرست وأول كويتي يتسلق الجبل من النيبال. تابعوا معنا التغريدة على الشاشة. بالماي والتمر استقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رواد الفضاء السعوديين ريان برناوي وعلي القرني بعد وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية. شوفوا معنا تفاصيل الفيديو المتداول على الشاشة. وتحت هاشتاغ حرائق كندا تداول المغردين مختلف الصور والمقاطع اللي حرائق كندا الهائلة واللي اتهمت مساحات شاسعة في مقاطعة ألبرتا غرب كندا. شوفوا معنا أحد المقاطع المتداولة من حساب سكاي نيوز عربية على الشاشة. وبكذي مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام جولة اليوم. نترككم بحفظ الله ورعايته. مع السلامة.